يا ترى وينك؟ ألو. وقت خبرتني مريكة اجيت على المستشفى فورا. أنا مع يونج هلا. طمني، وصلت لريحان؟ أنا على الطريق ورايح على المستشفى الثاني. تمام، رح روح لهنيك كمان. لا بابا، ما في داعي. حكيت مع ظفر ورح يجي لعندي. أمير، برأيي بابا ارجع على البيت. إذا عرفت سونا أكيد رح تكون بحاجتك. بس أعرف شي رح أتصل فيك. اللي بدي اياه طمن بالك، ما رح يصير لها شيء. طمني، قدر يوصل لريحان؟ رح ضلني هون لتنامي. اصحك تروحي، اصحك. انت منيح حكمت بيك؟ ما في خبر عن ريحان، ومن قلقي عليها نسيت أسألك عن جيمري. كيفة؟ نايمة هلأ، وضع مستقر وما في خطر على حياتها. إذا كانت ريحان بسيارة جيمري، ليش جيمري هون وريحان ما أنا معها؟ جيمري ضربت بباص كبير وكان في مصابين كتير، لهيك نقلوهم على كذا مشفى. أكيد أمير رح يلاقي ريحان، طمن بالك. إن شاء الله بنتي، إن شاء الله. رجع على القصر وخليك جنب سونا وجاهدة. أنا موجودة، لا تقلق. بترجاك يا رب العالمين تساعد ريحان وتوقف جنبها. رجاك تساعدها يا رب. اختي مليكة، كيف صار هيك؟ يلي سمعته صح؟ ريحان وجيمري صار معهم حادث. شو عم تحكي؟ جاهدة خانهم قالت انه ريحان توفت. لا تقولي هيك شي نيجار، بإذن الله أمير رح يجيب لنا أخبار منيحة. مو قصدي، بس أنا سمعت جاهدة خانهم وقت قالت هيك. جاهدة خانم مصدومة وما بتعرف شو عم تحكي، لسه ما وصل لنا خبر.
نيجار اصحك تخبري زينب أو سونا بأي شيء. لازم بالأول نتأكد. اصحك. تمام ما رح أخبرهم بأي شيء. تمام. يا رب بترجاك توقف جنب ريحان وتساعدها يا رب.